فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. حل يا سنوم انا جدك حل. حل شيك. مرحبا يا جدي. مرحبا. مرحبتين سلم. ايش حالك باجي؟ ايش حالك؟ الحمد لله يا جدي. مرحبا بجدي الغالي. واه اشتب اشتب ساكلي. كان تكيمش نبي يا جدي تعدش موسيقى على شنينة. مش قلت نجيب لك السمحة ديك الشوكولاتة؟ لا قلني ما جبت لك يا ولي. ها؟ قلني ما جبتها. كيف يا جدي؟ كيف صار يا جدي؟ نسيتها ولا شن يا جدي؟ لا والله ما نسيتها يا سلومة. نلقاني بالعلي ما بيت نجيبها لك هالمرة. تعليش أصلي حاطك تحت العقوبة وانت محروم الشوكولاتة ومن أي مزايا ندير لك فيها. تعقوبة عليش يا جدي؟ شندرت لك أنا بس يا جدي. هذه المشكلة نبيك تحس بغلطك وتعرف شندرت وتصلح هالغلط. غلط شن يا جدي؟ عليش العقوبة عليش يا جدي؟ منكش عارف ليش؟ والله ماني عارف يا جدي. دي روحك نسيتها وانت؟ ها؟ أنا عمري طلعت ما جبت لك شوكولاتة؟ لا أنا بالعاني هالمرة ما باش نجيب لك رخيتك وكانك مالكش عارف الخطأ. يبقى هذه بروحها مشكلة كبيرة. مش عارف أنت؟ أنا مانيش عارف يا جدي مانيش عارف. تتذكر المرة اللي فاتت لما جيت شفت لك معايا طرفين شوكولاتة قلت لك هاك أنت واحد والآخر أعطيه لأختك؟ تتذكر ولا؟ اليوم أنا طالع في الصبح أختك قالت لي يا جدي باش تجيب معي شوكولاتة. قلت لها ما جبت لك. قالت لي لا ما حد عطاني شوكولاتة. قولي شندرت بيت طرف تعقتك تغريها. قصدي نسيتها بروحي ما كنتش كريتها طرف. هي معقولة تاكل طرف اختك وتحرمها منه؟ يعني انت شنو توكي قاعد اناني وفكرت في روحك بس؟ خذت حصتك وحصت غيرك. والانسان ما فكرش في غيره يبقى كيف الناس بيفكر فيه ويجيب لي الحاجة اللي يحبها؟ ها قولي. سمحني يا جدي سمحني الله يربحك سمحني والله ما عاد نديرها. مشكلتك انت بتكي وتأسف وانا مشكلتي طيب ونسامح. انا نسامحك بس بشرط حاجة واحدة. انك ما عادش تدير الحركة هذا وما عادش تقعد اناني. تمام؟ وعشان خاطرك يا جدي تو نمشيلها ونقولها يا خيتي يا سمحة سامحيني. ايوه ما شاء الله نبيك تسامح خيتك. خلي هي تسامحك وما عادش تعاودها. وعشان انت شاطر حدير اللي نبيه منك انا حنقول لك حكاية كيف كل يوم. حكاية سمحة كيف الشوكولاتة اللي تجيب فيها يا جدي؟ ما شاء الله عليك. اسمع يا باتي. نعم. يا سيدي في غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام ولما انتهت المعركة تم الصحابة يتفقدوا في ساحة المعركة على خاطر شنو ياخذوا الشهداء ويدفنوهم رحمة الله عليهم ويشوفوا الجرحى ويسقوهم مية ويضمدوا الجرحى ويشوفوا كل الناس قاعدة شنو في الميدان. في الميدان من كان فيه؟ كان فيه 7 جرحى
كلهم كانوا يتوجعوا ويعيطوا من قوة الألم ويبوا مية ويقولوا مية مية، كلهم عيطوا يبوا مية. تمام؟ منيش من شدة العطش اللي متعافنا زمان الحرب كان في الصحراء والدنيا كلها غادي حرب. لما جاء سقاي لمعه المية بيسقي الجرحى، الجريح الأول شن قال له؟ اسقي خويا قبلي. ولما مشى يسقي في الثاني قال له اسقي خويا الآخر قبلي. تمام؟ يعني شنو؟ تم كل واحد يقول لعادي يسقي الآخر. تمام؟ اللي عن شنو قاعد يمشي من واحد لواحد واحد واحد، جاء بعده وصل في من؟ في أول واحد جاي بيسقي لقاه شنو؟ ميت، مستشهد رحمة الله عليه. عدى ثاني لقحت هو مستشهد رحمة الله عليه، قعد كل ما يمر علي واحد يبات يلقاه شنو؟ استشهد وانتقال لرحمة الله. وكلهم شنو هكي؟ كلهم ماتوا، ما فيش ولا واحد فيهم شرب أمي. شفت يا سلومة الناس اللي ما تعرفش الأنانية كيف حتى في أشد الظروف فعلا يفكروا في غيرهم فعلا قبل أرواحهم. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح، ومش ضايق البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح، وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي، نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية، البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.